معجزات القمص في التأوس السرياني، السيدة من العمرانية الجيزة. كنت أعاني من حدوث آلام شديدة جدا في جنبي، وعليه فذهبت وعرضت حالتي على أحد الأطباء، فطلب إجراء أشعات وتحاليل، وبعدها قرر أنه توجد حصوة في الكلى ولكنها متحركة وليست ثابتة، وبالتالي تنتج عنها هذه الآلام. فوصف لي الطبيب الأدوية والعلاجات اللازمة، وانتظمت عليها فاستقرت الحالة نسبيا، ولكن بعد فترة من الزمن عودتني الآلام مرة أخرى، فذهبت إلى نفس الطبيب وشكوت له، فقرر عمل أشعة تلفزيونية سونار لتحديد مكان الحصوة ومعرفة أسباب الآلام، فاتضح له أن الحصوة تحركت من الكلى ونزلت في الحالب، ولأن حجمها كبير فإنها انحشرت في الحالب، وبالتالي قرر الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية للتخلص من الحصوة. فعدت إلى منزلي وأنا حزينة جداً ومتخوفة من العملية الجراحية، فطلبت أبانا القديس القمص فلتأوس السرياني وتشفعت به، لأنني كنت أعرفه وأثق في صلواته المستجابة لدى الله، وكان لدي زيت بركة من قدسه قد أعطاه لنا قبل نياحته، فأخذت الزيت ودهنت مكان الألم وطلبت من الله أن يشفيني. والعجيب أنه لم يمر كثير من الوقت حتى تحركت الحصوة ونزلت مع البول وانتهت كل الآلام، فشكرت ربنا يسوع المسيح على هذه المعجزة التي تمت بصلوات وطلبات أبينا القديس القمص فلتأوس السرياني.